حدثني يعقوب المجانين عن ماي هيرو اكاديميا. اهلا وسهلا بكم اصدقائي في حلقه جديده من حكايه الشاعر المجنون، حيث نناقش الكتب والمواضيع المهمه. ولدينا في قناتنا سلسله لمراجعه الانمي والمانجا، فبالتالي هي حكايات تستحق المراجعه وحبكات فيها فلسفه عميقه. وحكايه اليوم عن مانجا وانمي ماي هيرو أكاديميا. في هذا الأنمي سر حب الناس لهذا الأنمي، في فترة ترك أنمي ناروتو فراغا. فأتحدث عن نفسي أنا في البداية، ترك أنمي ناروتو مع نهائي فراغا صعب أن تملأه الأنميات الأخرى. فبالتالي أن نرى أنمي بمواصفات الشونن الأساسية وينطبق عليه صفة الحماسة، فإن كان ون بيس تنطبق عليه صفة المتعة، فناروتو تنطبق عليه الحماسة. فلطالما رأينا حماس وشخصيات مدروسة بعناية، فلا أعتقد أن هناك شخصية في ناروتو ليست مدروسة بعناية، وبنفس الوقت رأينا حكما وقتالات رائعة، فلم يكن هناك شيء يدفع الشخصيات للقيام بأمور معينة إلا الحكم والمبادئ والأفكار. فبالتالي عندما انتهى ناروتو انتهت معه قتالات رائعة، وبنفس الوقت الحكم والحماس الموجود في الأنمي انتهى. من عوضني عن ناروتو هو ماي هيرو أكاديميا، طبعا عند لديه بعض العيوب، لكن ماي هيرو أكاديميا فيه النقطة الأساسية، وهو أنه أنمي يطابق كل مواصفات الشونن، وبنفس الوقت أنمي بالنسبة لي غير ممل وأيضا مليء بنقاط حماسية. والذي أضاف نقطة أساسية أخرى هي وجهة النظر وفلسفة كل من الطرفين، فبالتالي ما يجعل الأنمي على مستوى عال هو الفلسفة الموجودة عند الشرير الموجود في الأنمي، بغض النظر من كان هذا الشرير. صحيح أن هناك حكاية لكل ما جرى، وأن الشرير يصنع عن طريق ظروف وأمور كثيرة، لكنها أيديولوجيا، أفكار، تخطيط. هناك وجهة نظر قد يقتنع بها الكثير من الناس، لكن التصرف كان خطأ. فوجهة النظر الموضوع عند الأشرار في كثير منها كانت صحيحة، لكن أسلوب تطبيقهم لهذه الأفكار والطريقة التي وصلوا بها إلى هذه النقاط هي ما لا نريده. فبالتالي فكرة البطل ووجود أبطال وقتال وصراع، وبنفس الوقت وجود أشرار يريدون تغيير ما يجري لأنه ليس بالأمر الصحيح، هي فكرة تستحق الصراع. لكن الأيديولوجيا الموجودة والحكايات الموجودة وطريقة القتال والتحريك والموسيقى جعلت من هذا الأنمي على مستوى آخر. فكأن ماي هيرو أكاديميا بذكاء الاستوديو وببراعة المؤلف، سواء كمانجاكا أو استوديو التصوير أو استوديو الإخراج والإنتاج، كان فعليا معوضنا عن ناروتو. فإحنا وجدنا الحماس والشخصيات المحسوبة والقتالات المحسوبة في أنمي مثل أنمي ماي هيرو أكاديميا، كأنمي شونن، كحكاية بارعة بالنسبة لي. كنا متعطشين لأنمي فيه قتالات حماسية وبنفس الوقت تخطيط، وأنمي شونن حتى بطريقة الرسم، فأنا نجد ماي هيرو أكاديميا قريبا بعض الشيء على فكرة أنمي ناروتو، فبالتالي في رسمه مميز جدا، قد يكون قريبا على أنمي ناروتو من ناحية الرسم، لكن الفكرة الأساسية هو التعويض الذي وجدناه. فبالتالي تلقى حبا كثيرا لأنه فيه تدريب، فيه قتالات، فيه مسابقات، فيه خطر حقيقي، وفيه ثيمز وأوست رائع. في هذا الأنمي لا يوجد مبالغات كثيرة كما جرى في كثير من الأنميات، فالتطور الذي رأيناه إلى الآن في الشخصيات هو تطور طبيعي، والقدرات التي استخدمت في القتال استخدمت بذكاء وليس بمبالغة، فقط لأنهم معهم الحق يجب أن يفوزوا، أو لأن معهم الحق يفوزون بطريقة غير منطقية. لا، منطقية هذا القتال بالنسبة لعالم الأنمي طبعا بالمقارنة بأنميات كثيرة، منطقية هذا القتال ووصولهم إلى مراحل معينة في التدريب والتطور والعلاقات الموجودة المختلفة بينهم، لأن الشخصيات المختلفة أدت إلى وجود مشاكل نفسية مختلفة، فبالتالي علاقات مختلفة بين الأفراد. فلكل شخصية سواء تصرف بشكل إيجابي أو سلبي حتى عند الأشرار، هناك شخصيات تستحق الاحترام حتى مع خسرانها للحرب. فالكل رأى شتاين واحترمه لأن كانت لديه فلسفة، والكثير منا يرى أن شتاين كان على حق، فهو أراد البطل الحقيقي ليس مجموعة الرعاع الذين نجدهم تحت مسمى الأبطال. كل هذا لو أردنا عكسه على الواقع سنرى أن الكثرة أدت إلى الابتذال، وأننا نبحث عن الحقيقي المتميز الذي كان على الأصول، كأنه فرق بين الجديد المبتذل والقديم الأصول. فبالتالي ما دفعني إلى محبة هذا الأنمي هو التخطيط المسبق لكل حركة في هذا الأنمي، والتدرج في المستويات الذي كان موجودا عند ناروتو، وبنفس الوقت الكاتب جعل الشخصية الرئيسية تتطور وتتطور بشكل منطقي، وبالتالي وضع الصفة الأساسية في أنمي الشونن.
وهي أن البطل عنيد. صحيح أن البطل يتعلم، صحيح أنه المساعدة من قبل أصدقائي في يوم من الأيام، لكن الفكرة الأساسية في هذا الأمر هو أنه تطور بشكل مختلف عن بقية أبطال أنمي الشونن. فليس التدريب وحده من كان كافيا، لكن التجربة النفسية كانت مهمة جدا. تطور الشخصية والإدراكات التي حصل عليها ديكو وباكوغو وغيرهم من الشخصيات كان تطورا نفسيا وليس فقط تطور جسدي كتمرين وتدريب لاستعداد لقتال الأشرار. وبالتالي أنت ترى قتالا فلسفيا، ما وضع متعة في هذا الأنمي هي الفلسفة الموجودة لدى الشرير ولدى الطيب، لدى الخير ولدى الشر، صراع حقيقي لإنشاء عالم جديد. فقد يكون هذا العالم الجديد وهذا الطريق والنظام الجديد حسب ما وضع في الأنمي أو عندما جلب من أمريكا البطلة التي قدرتها تسمى بالعالم الجديد. بالتالي العالم الجديد أو القدرة الجديدة أو الحكم الجديد هي إشارة إلى أمريكا New World Order، وأن New World Order فشل. فهناك ضربات سياسية في بعض الأوقات لا يريد الكاتب إظهارها بشكل واضح، لكنها تظهر فعليا، وأن الإنسان القارئ بشكل عام سيلاحظها، فوجد أن تطبيق السياسات الأمريكية على العالم سيفشل، وتطبيق السياسات الأمريكية على اليابان وعلى آسيا بشكل عام سيفشل. إذن هذا الأنمي لديه تلميحات سياسية، حركات كوميدية، رسم شخصيات جميل، بناء شخصية رائع، أماكن صحيح يظهر التأثر الحقيقي بأمريكا وبقدرات في أمريكا وجامعات وفكرة الأبطال بشكل كبير، لكنه أتى بما تأثر به وحسن عليه وأضافه. فكانت هذه الفكرة في ماي هيرو أكاديميا بشكل عام وليس بشكل خاص كتحليل، لكننا أردنا أن نناقشه. فبالتالي كونه من الأنميات التي نتابعها والمانجا التي نقرأها بشكل أسبوعي متتابع أظهرت نوعا من السوداوية والأيديولوجيا والمنطق والتطور المنطقي والقتالات الحماسية. عندما وضعناها كلها في أنمي واحد ظهر لنا ماي هيرو أكاديميا كأنمي شونن يستحق الاحترام والاعتراف به، فأرينا أن نناقش هذا في هذه الحلقة. إن كانت لديكم أي أفكار تريدوننا أن نناقشها في حلقة منفصلة عن هذا الأنمي أو أي أنمي آخر، ضعوا أراءكم في تعليقات هذه الحلقة ونرتب أن نناقش بعض الأفكار. سنتابع تعليقاتكم ونناقشها جميعا. إلى أن نراكم المرة القادمة، في أمان الله.